بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ ان شاء الله درس العمل الرابع. بيتكلم عن الذبذب. بيعرف بانه الناتج من تجميع حبيبات الدهن اللي موجوده في اللبن او القشطه او الشرش بالطرق الاليه او اليدويه، وبيشترط ان هو يكون طبيعي في المظهر بتاعه والقوام والطعم والتركيب، وان هو يكون خالي من اي شوائب وعيوب وغير محتوي على مواد غريبه او حافظه. بيحتوي بس على ملح الطعام، لو انا ضايفه ملح الطعام للزبده انا عايزاها زبده مملحه، وكمان بيحتوي على نسبه من المواد الملونه المسموح بيها زي ماده الاناتو، انا بضيفها هنا عشان اوحد لون الزبده على مدار السنه، فدول الحاجتين المسموحين بيهم في الزبده. طيب بعد كده ندخل بقى على نظرية الخض. نظرية الخض يعني انا بحط الزبدة في الخضاض، وده الآلة او الجهاز اللي بيصنع منه الزبد. اللي بيحصل بقى جوه الخضاض ده بيحصل عملية انقلاب للوسط، يعني الاساس العلمي لنظرية الخض هي انقلاب للوسط. فانقلاب للوسط، فبدل ان يكون وسط الانتشار اللي منتشر في اللبن او القشطة هو اللبن الفرز، والمادة المنتشرة في اللبن الفرز هي كرات الدهن، لا الوسط هنا هيتقلب ويتحول الى الوسط الانتشار هو اللي هيبقى الدهن، والمادة المنتشرة هي قطرات من اللبن واللبن اللي هو الخض والمية. وابسط بقى تفسير لحدوث هذا الانقلاب هو انه اثناء عملية الخط بتحصل تصادم لكرات الدهن بعضها في بعض من ناحية، وكمان بتتصادم وبتحتك مع جدار الخضاض من ناحية اخرى، وباستمرار عملية الخض بيزداد عملية توتر لجدران كرات الدهن، فبيوصل لدرجة من التوتر ان جدران كرات الدهن مش قادرة تتحمل التوتر ده، فبتنكسر الأغشية المغلفة لكرات الدهن وفجأة وبينفرد الدهن الحر الموجود داخل كرات الدهن، وبيبدأ في التجميع باستمرار التصادم اللي حاصل في عملية الخض، وبعد كده بيكبر، يعني الدهن بيتجمع وبيكبر ليتكون الزبد اللي في النهاية. خطوات صناعة الزبد، انا هنا هستعمل قشطة عشان اصنع منها الزبد. اول حاجة تخمير القشطة، يا اما بخمرها بالطريقة الطبيعية اللي انا بسيبها في الجو العادي عشان ترتفع الحموضة فيها لنص في المية، لإما أنا بخمرها بإضافة بادئ عن طريق أنا ببستر القشطة وبعد كده بضيف البادئ عليها، يعني ببسترها مثلا درجة حرارة 75 درجة لمدة 10 ل15 دقيقة، بعد كده ببردها للدرجة الحرارة المناسبة عشان أضيف البادئ. بضيف البادئ بنسبة 3% من وزن القشطة المستعملة، وبسيبها لحد ما توصل الحموضة 25% إلى 35% في مدة حوالي 12 ساعة بس. بعد كده بعمل عملية تبريد للقشطة او تصلب للدهون. تصلب للدهون ليه كلمة تصلب للدهون؟ عشان الغرض من عملية التبريد للقشطة اللي انا بعمل عملية تجميد او تصلب للدهون عشان يزداد التوتر على جدران كرات الدهن فيعمل على سرعة الخض. كمان عملية التبريد هنا بتفيد ان هي بتقف او بتقف عملية التخمير اللي انا عملتها في الخطوة الاولانية، وكمان بتقلل لي الفاقد من الدهن في اللبن الخض اللي هو المفروض ما يزيدش عن 0.5%. انا بعمل عملية التبريد اللي انا بحطها على درجة حرارة 5 درجة مئوية لمدة ما تقلش عن 4 ساعات. بعد كده بعمل عملية تعديل قوام القشطة اللي انا بتحكم في نسبة الدهن ودرجة الحرارة الخاصة بيها. القشطة المبردة اللي انا عملت لها عملية تخمير بتطلع صلبة نوعا ما، عشان كده انا بعدل القوام بتاعها عن طريق ان انا بضيف لبن فرز او مية لحد ما تكون سائلة للدرجة اللي تسمح بيها عملية الخض. بتكون نسبة الدهن في القشطة المعدل الخض من 30 ل35%. كمان درجة الحرارة بتروح ما بين 12 ل13 درجة مئوية صيفا و14 ل15 درجة مئوية شتاء. بعد كده بعمل عملية تصفية القشطة في الخضاض، يعني بحطها في الخضاض بس الأول حاجة يعني بحطها بمصفى أو بمنخل شعر ناعم عشان أعمل على إزالة الكتل المتجبنة. كمان براعي لو أنا بحط القشطة في الخضاض إن هي ما تزيدش عن 40% من حجمه وما تقلش عن 25% من حجمه عشان يبقى الكمية مناسبة داخل الخضاض، عشان لو قلت أكتر لو قلت أقل من كده هتعمل صعوبة في ظهور الزبد في الوقت المناسب، ولو زادت اكتر من كده مش هتحصل عملية الخض بصورة مناسبة. بعد كده في الخطوة الخامسة بضيف اللون او اللي هو محلول الاناتو. انا هنا بضيف اللون او الغرض من عملية التلوين هو توحيد لون الزبد الناتج على مدار السنة. بضيف بمعدل 1 ملل لكل 1 كيلو جرام قشطة جاموسي، وبضيف 1 ملل لكل 3 كيلو جرام قشطة بقري.
وممكن انا محتاجش ان انا الون القشطة البقري في الشتاء عشان بيتركز فيها اللون الاصفر، فمحتاجش ان انا اضيف ملون. هنيجي بقى لعملية الخط، ان هنا بقى في الخضاض وبتبدأ عملية الخط، بس براعي ان في الخضاضات الخشبية اللي هي يعني قديمة شوية بيبقى فيها صمام تهوية، كل كام لفة كده بفتح الصمام عشان اخرج الغازات المتكونة داخل الخضاض، عشان الغازات دي بتزود لي الضغط داخل الخضاض وبتعمل على تواطؤ حركة القشطة وما بيحصلش التصادم المطلوب. لكن في النظام الحديث في الخضاضات المستمرة بيبقى فيها نظام تهوية مستمر على طول يعني. بعد كده بتبدأ عملية الخط، وعلى حسب مثلا ظروف العمل ممكن تستغرق من 10 لـ20 دقيقة، وبلاحظ امتى ان الزبدة خلاص اتكونت، يا اما بلاحظها من خلال الشباك الزجاجي في الخضاض بلاقي ان خلاص بقى نظيف من علامات القشطة اللي كانت عليه، بلاقيها يعني اتلمت وبقت زبدة، يا اما اللي انا بلاحظ الصوت بتاع الارتضام اللي هو يعني حركة السائل داخل الخضاض اللي هو اللبن الخض اللي اتكون، يا اما بقى اللي انا افتح الخضاض واشوفها، اشوفها انا اتكونت الزبدة ولا لا. في ساعات بضيف ماء اسمه ماء الزهور، ده بضيفه بيكون مية باردة على درجة حرارة 5 درجة مئوية، وعشان يظهر لي ويجمع لي حبيبات الزبدة الصغيرة اللي ما بتتجمعش في بداية عملية الخض. كمية المية اللي هي ماء الزهور بتقدر كميتها بحوالي ربع كمية القشطة اللي انا حطاها في الخضاض، بس يعاب على الماء الزهور اللي انا بحطه في عملية اظهار وتجميع حبيبات الزبدة الصغيرة ان هي بتخفف لي اللبن الخض اللي بيكون داخل الخضاض، فبيقلل من اهميته في بعض الاستعمالات الخاصة بيه. بعد كده تيجي عملية غسيل الزب، انا هنا بصفي اللبن الخض الموجود داخل الخضاض من خلال مصفى من حنفية كده موجودة اسفل الخضاض، بعد كده بضيف على الزبدة اللي موجود في الخضاض ماء بارد من 8 لـ9 درجة مئوية بتساوي كمية اللبن الخض اللي انا خرجته، يعني انا بخرج لبن خض وبضيف قد كميته مية عشان اعمل عملية غسيل الزبد. بلف الخضاض 10 لفات وبعد كده بصفي ماء الغسيل اللي انا ضفته وبتخلص منه. والغرض من عملية الغسيل هنا هو التخلص من اللبن الخض العالق بحبيبات الزبد مع المساعدة على تجميعها. او تجميد حبيبات الزبدة عشان اسهل تجميعها، بس ما بفضلش تكرار عملية الغسيل عشان كل ما بغسل الزبدة بيتخلص من المركبات الخاصة بالنكهة زي الداي اسيتايل، فالنكهة بتاعت الزبد ما بتبقاش المطلوبة. بعد كده بتدخل عملية التمليح، بستعمل محلول ملحي تركيزه 10% وحرارته 5 لـ6 درجة مئوية، وبعمل عملية إدارة للخضاض كذا لفة وبسيب الزبد نحو 20 دقيقة في المحلول ده عشان يتملح. يمكن أنا استعمل ملح جاف ناعم، بس ده بيتم أثناء عملية العصر، ده في الخطوة اللي بعد التمليح، بمعدل 2 لـ4%، والأفضل هو ترطيب الملح في الحالة دي عشان أتجنب عيب الترميل اللي بيظهر مع الملح الجاف. الغرض العام بتاع التمليح هو تحسين الطعم الخاص بالزبد. تاني حاجة الخطوة اللي بعدها هو عصر الزبد وخدمته. الغرض من عملية العصر والخدمة هي ضغط حبيبات الزبد في كتلة واحدة وطرد الرطوبة الزائدة اللي موجودة في الزبد مع توزيع الملح الجاف. يعني أنا في الخطوة دي بقى لو أنا ما ضفتش محلول ملحي في الخطوة اللي قبليها، أنا هنا هضيف بقى الملح الجاف في الخطوة بتاعة العصر، فيبقى من ضمن الأغراض الخاصة بعملية العصر هو توزيع الملح الجاف. بتتم العملية دي لو بخرج الزبدة من الخضاض وبحطها على مائدة العصر، ويا اما انا استعمل ماكينة العصر والتشكيل، يا اما استعمل المضارب والكفوف، ده لو في حالة الكميات الصغيرة. بعد كده تيجي خطوة التشكيل والتغليف،
بيتم يا اما يدوي في حالة الكميات الصغيرة اللي انا بقطعها لأوزان مناسبة وبالشكل اللي انا عايزاه، وبعد كده بحطها في ورق الزبدة الخاص بيها اللي انا بغلفها يعني، يا اما لو كانت كميات كبيرة بتبقى ماكينة ليا بتعمل عليها عملية التشكيل. بعد كده بحفظ الزبدة على درجة حرارة 5 درجة مئوية، لو مفيش تلاجات او مفيش درجة حرارة منخفضة بغمرها بمحلول ملحي 25% وبتتم عملية الحفظ من خلاله. في بعد كده عوامل بتأثر لي على قابلية القشطة للخض. اول حاجة درجة حرارة الخض، درجة حرارة الخض تتراوح ما بين 8 ل 16 درجة مئوية، لو درجة الحرارة قلت عن كده القشطة بتكون على درجة من الصلابة عالية قوي، فبتؤدي الى طول الوقت الخاص بعملية الخض. كمان بنحصل على زبدة ليها تركيب متصلب وعملية الخدمة ليها بتبقى صعبة. طب لو القشطة على درجة حرارة أعلى من درجة الحرارة من 8 ل 16 درجة مئوية، ده هنحصل من خلالها على زبدة شحم التركيب، والقوام بتاعه هيبقى طري، هيصعب برضو في الخدمة، كمان هيزود لي الفائض أو الدهن المفقود في اللبن الخض. لازم كمان اراعي ان انا وانا بحط القشطه في الخضاض في كده عوامل بتؤدي لارتفاع درجه حرارتها اثناء عمليه الخض ذات نفسها. اول حاجه الاحتكاك ما بين حبيبات الدهن وبعضها، ده بيزود درجه الحراره. الاحتكاك ما بين القشطه والجدار بتاع الخضاض كمان، ولو درجه حراره الخضاض المبدئيه كانت عاليه ودرجة حرارة حجرة الخض كمان لو عالية، ده كله بيؤدي الى ارتفاع درجة حرارة القشطة. من ضمن العوامل ايضا هي نسبة الدهن بالقشطة. نسبة الدهن المثلى في الموجودة في القشطة بتتراوح بين 35 ل 40%، لو نسبة الدهن اقل من كده بتحتاج لوقت طويل في الخض اكتر من اللازم، وكمان بيزود الفائد من الدهن في اللبن الخض. لو القشطة المرتفعة بنسبة الدهن عن 35 و40%، ده بتكون للزوجة بتاعت القشطة بتكون مرتفعة، كمان بتؤدي لانخفاض قابلية الحبيبات الدهنية على التجمع، وبذلك يكون الخض صعب، وبنحصل على في النهاية على زبد القوام بتاعه بيكون دهني. طيب تالت عامل من ضمن العوامل بتأثر لي هي حموضة القشطة. حموضة القشطة بتأثر لي من حيث تأثيرها على الشحنات الكهربائية اللي بتحملها حبيبات الدهن. من المعروف ان حبيبات الدهن بتحمل شحنة سالبة، وبالتالي في الحالة العادية في حالة تنافر، لكن ايونات الهيدروجين الموجبة بتجعل الوسط حامضي، بتقلل من التنافر الموجود بين الحبيبات وبتحدث لها تجمع. عشان كده بنلاقي ان افضل نطاق لظهور الزبد هو من بي اتش من 3.3 ل 11.5، متوسط اللي ما بينهم اللي هو 6.6، ده افضل بي اتش لظهور الزبد. رابع حاجة هي كمية القشطة بالخضاض. الكمية المناسبة من القشطة الموجودة في الخضاض هي اللي بتحتوي على نص او تلت سعة الخضاض، عشان تعطي اقل وقت لزمن الخض وانتاج زبدة ليه صفات جيدة. طيب لو انا زودت كمية القشطة بالخضاض عن الحد اللازم، ده هيعمل لي ضعف في عملية التقليب وعدم كفاءة الخض، كمان هيزود لي درجة حرارة القشطة وصعوبة الخدمة، وكمان صعوبة التحكم في التركيب الكيميائي للقشطة. خامس عامل هو مدة حجز القشطة قبل الخض. بيتم حجز القشطة قبل الخض لعدة ساعات على درجة حرارة منخفضة عشان ادي فرصة لبلورة دهن اللبن، لكن لو انا خضيتها مباشرة بعد البسترة الزبد الناتج عندي هيكون طري وليه تركيب رديء، كمان هيزود لي الفائدة من الدهن في اللبن. الريع في الزبد. الريع هنا بينقسم لثلاث انواع من الريع، في عندك ريع المصنع وريع الخضاض وريع التركيب. اول حاجه ريع المصنع هو مقدار الزياده في عدد كيلو جرامات الزبد الناتج في عن عدد كيلو جرامات الدهن المشتري، وهذه الزياده تنتج عن الرطوبه والملح والخصره المتبقيه في الزبد. بتتراوح النسبه بتاعت ريع المصنع في المصانع ما بين 22 ل 23%. طيب عندنا مثال هيوضح لي ازاي انا بحسب النسبة المئوية لريع المصنع، ومن خلاله لو انا حسبت ريع المصنع مثلا طلع برقم معين، هشوف ان هو واقع في الرينج اللي انا قلت عليه من 22 ل 23%، فده كده يبقى ريع كويس. لو اقل من كده بكتير او مش واصل للرينج اللي انا قلت عليه، يبقى كده مش حقق الريع المناسب الخاص بيه. طيب
في مثال، إذا اشترى مصنع 1000 كيلو جرام قشطة نسبة الدهن بيها 30% ونتج عنها بعد التصنيع 363 كيلو جرام زبد، احسب ريع المصنع. أنا هنا أول خطوة هحسب كمية الدهن المشتراة. أنا اشتريت قشطة بس أنا عايز أحسب كمية الدهن اللي أنا اشتريتها، كمية الدهن الصافي اللي أنا اشتريتها. فأول حاجة هحسبها من خلال القانون كمية القشطة في نسبة مئوية للدهن في القشطة على 100. هحسب كمية القشطة عندي موجودة في المسألة 1000 في نسبة الدهن فيها 30%، يعني يعتبر 30، هيبقى 1000 في 30 على 100 هيديني 300 كيلو جرام، ده كمية الدهن المشتراة. بعد كده هحسب مقدار الزيادة في كمية الدهن، هشوف قد ايه زبدة نتجت لي واطرح منها كمية الدهن اللي انا اشتريتها هيديني مقدار الزيادة. فمقدار الزيادة في كمية الدهن بتساوي كمية الزبدة الناتج ناقص كمية الدهن المشتراة، هيبقى 363، دي معطى في المسألة، ناقص 300 اللي انا لسه حاسباها كمية الدهن المشتراة، هيديني في النهاية 63 كيلو جرام، وده مقدار الزيادة في كمية الدهن. هحسب بعد كده ريع المصنع. القانون بتاعه بيقول مقدار الزيادة في كمية الدهن على كمية الدهن المشتراة في 100 هي دي النسبة المئوية لريع المصنع. يعني مقدار الزيادة 63 على 300 في 100 هيديني 21%، ده يعتبر في الرينج الخاص بريع المصنع. ده أول نوع من أنواع الريع. تاني نوع هو ريع الخضاض، وده النسبة المئوية للزيادة المحسوبة في عدد كيلوغرامات الزبد التي نتجت زيادة عن عدد كيلوغرامات الدهن التي دخلت إلى الخضاض. أنا هنا هحسب من أول ما دخلت لحد ما خرجت من الخضاض. ما بيدخلش في الاعتبار أي فقد في الدهن قد ينشأ بين وزن القشطة ودخولها إلى الخضاض، يعني أول ما بوزن القشطة لحد ما تدخل لو حصل أي فقد في الفترة دي أنا ما بحسبهوش. والطريقة دي بتحدد لي كفاءة صانع الزبد، يعني كفاءة الخضاض بمعنى أصح. مثال، إذا اشترى المصنع 1000 كيلو جرام قشطة فقد منها 10 كيلو جرام أثناء الاستلام ومعاملات ما قبل الخض، يعني في 10 كيلو جرام اتفقدوا قبل عملية الخض، فأنا دول اللي أنا هطرحهم من النسبة اللي هي دخلت إلى الخضاض. وكانت نسبة الدهن في هذه القشطة 30% وكمية الزبد الناتج 363 كيلو جرام، احسب ريع الخضاض. اول حاجة هحسبها كمية القشطة اللي وصلت الى الخضاض، فانا هقول كمية القشطة المشتراة ناقص كمية القشطة المفقودة، وهتديني كمية القشطة اللي وصلت داخل الخضاض، فهيبقى 1000 كيلو جرام ده اللي انا اشتريتهم ناقص 10 اللي انا فقدتهم اثناء الاستلام ومعاملات ما قبل الخض، هيديني 990 كيلو جرام، يعني 1000 ناقص 10 دي 990 كيلو جرام. بعد كده هحسب كمية الدهن اللي دخلت الى الخضاض يساوي كمية القشطة اللي وصلت الى الخضاض في النسبة المئوية للدهن في القشطة على 100. انا هنا بحسب كمية دهن مش كمية قشطة، فهقول 990 دي كمية القشطة في 30 دي نسبة الدهن فيها على 100 هيديني 297 كيلو جرام. بعد كده هحسب مقدار الزيادة في كمية الدهن، هشوف هو زودت لي قد ايه، كمية الزبد الناتج ناقص كمية الدهن التي دخلت الى الخضاض هيديني مقدار الزيادة، هقول 363 ناقص 297 دي كمية الدهن اللي دخلت الى الخضاض هيديني 66 كيلو جرام. بعد كده هحسب النسبة المئوية لريع الخضاض نفس اللي فاتت، مقدار الزيادة في كمية الدهن بس هنا هقسمها على كمية الدهن التي دخلت الى الخضاض في 100، يعني هقول 66 على 297 في 100 دي 22.2 او 22% ده النسبة المئوية لريع الخضاض. تالت نوع من الريع هو ريع التركيب، وده مجموع النسب المئوية لكل من الرطوبة والملح والخصرة مقسوما على نسبة الدهن الموجودة في الزبد. مثال عندي بيوضح لي، إذا كان الزبد الناتج من المصنع كميته 363 كيلو جرام ونسبة المئوية للدهن فيه 80.8%، احسب ريع التركيب لهذه الزبدة. طيب أنا عندي مجموع الزبد ككل بيحتوي على دهن وبيحتوي على رطوبة وملح وخصرة، فأنا لو طرحت 80.8% هيديني الباقي اللي هما باقيين من 100، يعني 100 ناقص 80.8 هيديني مجموع نسبة المية والملح والخصرة، فدي أول خطوة أنا بحسبها.
هيساوي 19.2%. بعد كده هحسب النسبة المئوية لريع التركيب، بيساوي مجموع النسبة المئوية للمية والملح والخصرة على النسبة المئوية للدهن في الزبدة، كل ده مضروب في 100، هيبقى 19.2 على 80.8 في 100 هيساوي 23.76%. في المجمل كله أهمية الريع بيوضح لي مدى مطابقة الزبد الناتج للمواصفات القانونية المسموح بيها، كمان بيوضح للقائم على إدارة المصنع مدى كفاءة عمليات التصنيع المختلفة. آخر حاجة هنتكلم عليها هي الفقد من الدهن أثناء عملية الخض. نسبة الدهن باللبن الخض عامة بتبقى 0.5%، ما بعتمدش فقط على نسبة الدهن في اللبن الخض كمقياس لمقدار الفقد في الدهن أثناء عملية الخض، ولكن القياس الحقيقي هو حساب النسبة المئوية لكمية الدهن الفائد بالنسبة لكمية الدهن الكلية الموجودة في القشطة التي تم خضها. عندنا مثال بيوضح لي الكلام ده، بيقول إذا كانت كمية القشطة الواردة للمصنع 2500 كيلو جرام ونسبة الدهن بها 32%، فاحسب النسبة المئوية للدهن الفائد أثناء الخض. أول حاجة هحسبها هي كمية الدهن في القشطة عشان أعرف هو فقد قد إيه. طيب كمية القشطة أو كمية الدهن في القشطة بيساوي كمية القشطة في النسبة المئوية للدهن بيها على 100، يعني هقول 2500 في 32 على 100 دي 800 كيلو جرام. بعد كده نحسب كمية الزبد المتوقع انتاجها من كمية القشطة اللي هي جات لي دي، هقول كمية الزبدة بيساوي كمية الدهن في القشطة زائد كمية الدهن في القشطة في النسبة المئوية للريع، يعني هقول 800 اللي هو كمية الدهن في القشطة زائد 800 في النسبة المئوية للريع اللي هما يعني 22 على 100 او 22% اللي هو ده ريع الخضاض، فيعتبر 5 وهيساوي في النهاية 960 كيلو جرام. طيب كمية اللبن الخض، يعني عندي كمية زبد وعندي كمية لبن خض، فهقول كمية القشطة الواردة في المصنع واطرح منها كمية الزبد الناتج هيديني كمية لبن خض. عشان عايز احسب دهن في اللبن الخض فانا هحسب كمية اللبن الخض ككل، فهقول كمية اللبن الخض 2500 ناقص 960 هيديني 1540، دي كده كمية اللبن الخض. بعد كده هحسب كمية الدهن الفائد في اللبن الخض، انا هنا بحسب كمية مش نسبة لسه. طيب فهقول كمية الدهن الفائد في اللبن الخض بيساوي كمية اللبن الخض على النسبة المئوية للدهن في اللبن الخض في 100، يعني هيساوي 1540 في نص على 100 هيساوي 7.7 كيلو جرام، دي كمية الدهن المفقودة في اللبن الخض. طب عايز احسب بقى النسبة المئوية للدهن الفائد في اللبن الخض، هيساوي كمية الدهن المفقود في اللبن الخض على كمية الدهن الكلية الموجودة في القشطة واضربه في 100، هدي النسبة المئوية للدهن الفائد في اللبن الخض، يعني 7.7 على 800 في 100 هيساوي 96%، دي كده النسبة المئوية للدهن الفائد في اللبن الخض. وكده نكون انتهينا من الدرس العملي الرابع.